كده تكون البورصة العقارية خلصت وتقدروا تتابعوا أخبارنا العقارية والبورصة العقارية وأي استفسار في مجال العقارات هتلاقوا متخصصين هيردوا عليكم في الحال على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي اللي ظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. تعالوا معنا دلوقتي نشوفوا بكرة أحلى ونروح لفاصل ونرجع لكم تاني في لقاء خاص ومهم جدا مع دكتور شادي زيات رئيس قطاع المبيعات بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية. خليكم معنا. من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 10,000 مشروع بتكلفة إجمالية تقترب من 100 مليار جنيه، بدأت منذ عام 2014 ومستمرة حتى الآن، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان اللي بتتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي و25 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ 75 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة، وذلك للقضاء على العشوائيات والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات اللي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي. وتمثل المناطق العشوائية أحد أهم التحديات اللي واجهت القيادة السياسية والحكومة، وقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة بإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والعمل على تطوير المناطق العشوائية، وذلك في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء العشوائيات والمناطق الغير آمنة في مصر.